وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ حمقى يا جماعة، هؤلاء مجانين، هؤلاء مجانين. أنا أبث مباشرة من عرفات حيث هذا المنكر الذي ترون. انظر، الله، لا إله إلا صارت انظر، هذا يرقص. مو شيعة، هذا أكثر من الشيعة. هؤلاء صوفية، حرام هذا، حرام. هؤلاء صوفية يترنمون يشطحون، انظروا، يعني يظنون أن الله قد حل فيهم. هذه اعتقادات باطلة في حرم الله، في عرفات يفعلون هذه المنكر، سيرقصون ويترنمون. انظر والنسوة، انظر حتى النسوة يرقصن يا عيني. انظر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الجنون فنون، سبحان الله. انظروا، أنا أترك العالم ينظر، هل هذا يرضاه؟ هل هذا يرضاه الإسلام؟ يرضاه ربنا تبارك وتعالى؟ يرضاه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يرضاه العقلاء؟ أجيبوني حفظكم الله، أجيبوني، فأنا لا أعرف. إن كان يرضاه العقلاء، إن كان يرضاه من كان يملك شيئا من دين الإسلام، من كان يملك شيئا من دين الإسلام، هل يرضى هذا المنكر؟ يعني نساء يرقصن ورجال يرقصن ويبكين. انظر، انظر فيه، انظر، 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 اوه، انظر، انظر، شوف، انظر.